هذه عادي خذ راحتك رجال خذ راحتك كذا حلو. يا حظ كيف هذا معك جوال؟ احنا ما عندنا جوال. ما معنا مره. ناخذ جوال من دسه. حط عينك عينك. عادي بزجين. يلا حيه مرحبا مرحبا. كنت تسولف على الصفري. صفري وين؟ وين جمع الصفري؟ هجوم هجوم. خلاص يا سمير راعي الصفري. يا خلاص استاذ كنت راعي الصفري. خلاص صاحبي بقول راعي الصفري. احبك ارحب راعي الصفري. العلوم جاكم امطار جاكم شيء؟ ايوه خرجت بالجلسه هناك عجل علي. مبطي من الامطار يا عبد الملك. ايوه مبطي. الله يرزق الله يرزق. للحين موسم التمر ما يبون له طرح البيشه عشان ما يخرب التمر عليه. الحين بدا لا لا اقطعوا النخل لا اخلص الصرام خلاص الجسم ما فيها ان شاء الله. انا جاب بصمج اول ما يتخاطب الحين ترى يبي يجي صار ما يدري ما حتى يسام قصر قصر يا ترحب ترحب يا خالد ايه ارحب يا راعي الصفري ارحب يا راعي الصفري يا مرحبا يا راعي الصفري يا مرحبا يا مرحبا اي موجود اي موجود بيصور معك بيصور معك بيصور معك يا راعي الصفري امسك امسك لا اصبر لا اسمع علي خالد دعيت امسك الجوال لا لا يجي خصم يا ودي يجي خصم يا خالد مستبعدون تكفى وثمنه ما احلى 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 ثلاثه اسمع بما ان جاء راعي الصفري احنا عندنا مو باعلان كذا شوي نعم نعم احنا هالبيشه ما تقف في 16 وش معها كويكز كويكز لا ما ناخذ كويكز وي ناخذ صفري صفري من حق من هو مورد الصفري من هو عبد العزيز الله اكبر بعدين العلب بعدين شف والحبه يا ولد اطول من خشم زايد ابو صفري يا مرحبا راعي الصفري اعلان ها يا مرحبا يا راعي الصفري شو الاخبار؟ شوف شوف طيب دقيقه دقيقه مخرج بالله شوف بالله وش رايك؟ هذا ماكل منه لا طلعت هي شفت؟ بس 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 الحبه 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 مخرج اطول من خشم الموت يا مخرج شوف بالله لا شوف حبه ذايبه جربها جربها مع القهوه ما شاء الله ما يسبق الاحداث ما يسبق الاحداث يا ابو ما يسبق نواف طلعت عندكم مزرعه نواف صدق جبت قلت هذا شكله براند عالمي اقول هذا براند عالمي ما يحتاج والله ما قلت هذا من البدايه كنت تسوي السكر السكر انا من يضبطكم في الصفر يجيكم لو كان في بقيل لو كان في بويلك ازيا ما سوى احنا مقطعين يا متى اقول ابشر بس ابطل شقره عشان يجيني شقره ست ساعات ست ساعات علوم بيشه جوالي حلو حطه واحد تحت المرتبه واحد تحت زاي خذ واحد ازهل ازهل معك بالضبط كيف بيشه نوادعهم الحين برا عند بوي كيف حاله بوي طيب دود يا سلام منك انت طيب عبد العزيز بوي امي الاخوان والربع سلم عليك يا رجال والقروب التنظيفيه ماذا نحن مات قروب التنظيفيه تحياتي لعمي متفرقين جايكم موسم التمر تحياتي لعمي عبد العزيز والربع لا انا مستعجل الصراحه منهم تدري طلعهم مستعجل الصراحه منهم انتم الحين جاء موسم التمر عندكم كل اللي يتفرق نرقد 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 الشمل صار الشمل تشتت تقوم سافر كل رجال مزرعته كل واحد يروح هو ناحي هو ناحي هو مناحي بيضا هوج بيضا خش التمر انا جبتها لي ابى انطر اعطيه بالاول يا ولد اقول ابشر بس بيضا هوج ابشر بس ادري خشيت الكرتون انا خش حبيبي جانا طالع عبد العزيز من زمان حق ابو ملاحي ابو ملاحي انتبه طلب طلبيه خاصه بيضا هوج يا من الاول الله يرحم والديك ابو ملاحي مع حق هوا مع حق هوا بيضا هوج هنا حقت بيضا لا ابشر بالقهوه جبنا قهوه بيضا الله يجيك وجهك ابيض يا ولد خل جبر اجيبكم الاسبوع الجاي بعد اليوم اول مره العيال سلمان وسامك تخونا قالوا لا ما ذا ما يبون يجون يبون سلمان خابره انت اما سامك الدوام انا قال جابوا كم تبي وقت قلت بنتكي هنا وبنروح جلسه عقاب ان شاء الله بنروح الثيل وبنروح المجاي بخليهم ديره اليوم امشيهم في نواف الحين الرجال ما فيهم شاعر لا انا عبد العزيز اليوم معاك يا ترى لا ترى مو كذا اصبر ما هو كذا يعرني عنده ناحيه بالسناب والله عارف. اما عبد الملك لا رجل هادي ما هم هذول هادي. لكن اما ذا هو عبد الملك هادي فهد ايش؟ فهد احس كلاعب واضح اسلام في وجوههم. اسقاطه يا عزيز. اسقاطه يا عزيز. زايد امدح امدح. خلاص الحين الوصول اليوم. ما عندكم ولا ولا جيب طاري. ايش فيك انت؟ خلاص انت كسبت القضيه كسبت القضيه كسبت القضيه جت عكسيه عكسيه وقد خسرنا قضيه كفو وين شفت
بس هذا العاشر هذا هو انا خاف من كويس لا لا كويس وين عبد الروق يا قول ولا الحين اللي تقول لا عويدي لا 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 يرحمه انا عويدي بس والله كتب داح كنا عويدي يجي هاي حاتم قد جيت بيشان صح؟ لا لا اقول ايه؟ اللي ما جاء ولا جاي من اليوم اما ها ولا مستبعه قد جيت بيشان اي مره واحده يوم عشاء الرجال يا رب يكثر خيره الله يطول عمرك وانت حاط اي اول ما دخلنا بيشان مع عبد العزيز بن سعود لكن يا رب يذكره بالخير ونعم قال بوديك مكان عالمي اللي في بلاي ستيشن وفيه هورس هورس سياره يجي ديره بس انها عالمي تدخل تعيش اربع خمس ساعات فاتك شيء اني ما وديتك التنظبيه تنظبيه والله وش تنظبيه زي منبع الصفري مزرعة مزارع احسب انه ذكرني بس اصور ولدك مول بيشاور بجيك براشات يا ولد فراوله كرز اسمع تدري ايش عندنا فراوله كرز الاجواء تمطر ولا كوفي الله سوري اوكي شوف المرايات سوري انا قاعد اسعزي السمعة يا اخي ما عندنا الا صفري كم غصيري موجود غير ما في زحمه زحمه من قوه حد جيت انت مغرك جيم ما هو كذا انا قبل يوم كنا في القناه بيشا محاضره كامله شفت اول ما دخلنا خليه هي بيشا لا بس القراءة عاد حولها كانوا يغيرون عطني جمله مفيده اسلم جمله مفيده لا اسلم كنا نفس ذا لا بيشا عالميه ها اقول بيشا عالميه نواه بعد يعني ما رحت الجنينه هنا سؤال نحتاجه هنا سؤال محتاجينه يلا يلا, يلا. قلت اقول ميده ما انت تحب المتابقين والله ما حد يزعل ما غير نواف خوي طبعا اي وقال ما غير نواف انا اقول حاتم استاهل الله استاهل 200 نقطه استاهل استاهل عدل اوه اللي بعده خلينا نكمل ثلاثه زايد بيض الله وجهك الله اكبر انا احب غصب خليني خلا معك بس انا نواف باكج احبه خذ الروقي هذا قبلهم كله ها رجعوا هذا كان حسن تحبهم ولا لا؟ خالد البيض هو مصر ايه دول سعد شوي هاي قاعد ايش هذا بلاشتو قال هذا الروقي قال قبلهم انا ايش تبي يسوي؟ انا بسال سؤال يا عيال سؤال محرج الله يسامحك يا انا جيت القناه عشانك تحبين تبتشوني ولا عشان تغيب على المدرسه؟ الصدق انت جمعك اللي حطوا انت ايوه اكرمكم والله انا لا لا والله ما تروح والله خلاص خلاص والله ترى والله حكي بالحال ارجع والله ما ترجع خلاص حسب بيت حق وجهه لا انا جاب سبيس والله خلاص تقهو تقهو هاي عزيز يلا امسك هوا تحمس نفسك طيب ما تحبني واعطيك هوا بلاش لازم تشرب احسن من قهوه تريش وهاي عبد العزيز ارتع ارتع يا هو بيجي بيجي قهوه واحد لا لا انتبه يا ابو مناح تبي اسكر دعاء توصل توصل عدل ما كتش قلت لا كل يوم اعطنا غطاء زي سبنش بارد سبنش لا هذا سبنش كلها حار كلها يا ابو مناح زين يا ولد خل خويا اشرب انا بصوت عزيز لازم تشارك برامج واقعيه والله والله لازم ناحي لا لازم افا عليك لا لازم تشارك برامج لازم 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 صفري على طول صفري صفري حاضر احنا بدايه لازم صفري هذا حلال تنجح انت والله تنجح ومن ناحيه وعدني ايه ما فكر قلت انت جمعان صفري والله كذا كذا بالخط من قريب والله ما هي زايد صفري بس انا غصب وش بيمنعني من موسم الصفري لازم يكون في الديره لازم صفري كل سنه كم فتره هو شهر شهر واحد كلنا عايشين هذيك لا هم بس هذيك الصد كله بعدين علمني الشهر ذا ما تمشي علمني على الصبر صرت اشتغل معه وصرت تاجر هذا ليه ما تشتغل والله ما عبد العزيز من يوم يصبح ويعدي والله اني اشتغل معه ولد يحطها في حصان انت علمت سالفه ال 2000 ريال علمتني اياها على البيت قلت انا يوم اشتغلت معه ذيك السنه وش اشتغل معي لكن بعدها كنسل طلعت 2000 ريال واستضافوني القناة وجيت هالطيارة وقلت مدبوي إنهم يصدقون محرز طيارة وأنا كذاب الفين من عندنا بس من هنا صايق بس عاد صدق أبوي مش هربوا يا أبوي في الماقف الغصاب لا فضة فوق قد هي أشهر منه نوم مزور قصيدي أنا اللي يا أبوي أنا اللي مشي بما أنه ما جاء أقول يا أبوي في الموقف الغصاب لا فضة فوق شفت
يا ابوي في الموقف الغصاب لفظ فوق شفت التباشير والفزعه وجا مطلبي مقلاط حضره جنابك مع شيوخ وملوك في فزعتك شفت وصف الشاعر الاكلبي الحاجه اللي تبرطم بالحجاج الضحوك قلت لها شايب من عند الباقي اوه لا يستاهل الله يطول عمره ويخليه لكم امين يستاهل ابو نواف ابو عبد العزيز ابو عبد الملك ابو فهد بيزعل فهد ممكن نواف عدمك تبون يسولف تبون يتكلم ويسولف معك بالبلاد اسال عن مباريات لا والله علم فهد مقرمش ايش اللي من الهلال ايش عبد الملك هداف الدوري يا رب متروفيتش لا 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 كريستيانو سالم اي سالم كريستيانو رونالدو معلومات صحيحه والله هي معلومات الناس يقول كنا في الجامعه كان يدرس الجامعه كم مره كنت في الجامعه 900 صح والله انه 800 بالسيف والله انه يشترك ربنا هل انت مسجل انا ما عرفت الحين ترى ما جاني كوب فهد فهد تو بعد دورينج خالد خالد انا قم اهلاوي يا رجال شيء لا لا اهلاوي الاول الهلال اهلاوي بس تعطيني والله ابرك بس والله من الاول الهلال شوف ترى اللي يحب فريق رايح فيفا اور 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 طب انا مستغل الاسراب حقه لا ماكسيم ما تبون والله من حق يا اخوي اتعب والله اني اتعب يعني ما ادري ولا احس في ولا لا تدري كيف لكن يمشي طيب اخوي علمك الماني فاز الباقي هو تمر صديقي تعال تعال ايطالي فاز 2-1 اقوى بيعة من اخوان ما هو هو ما رجيك شجع انا اسراب وش صار؟ ضاع لي بيعة يا اخوك اخوك مش كافي بس ما طلع الا هو صح؟ عبيز اخوي على ايش غلطكم يا جمهورنا غالي على ايش غلطكم عبيز اخوي عنهم ايش اسمه؟ عبيز اخوي عبيز اخوي عبيز اخوي عبيز اخوي عبيز اخوي بينك وبين حرف الاصفر فاز 5-1 اخوي ولد في الجوال مسميني عبيز اخوي انت حرف غير مصطوب عندك هذا زي اللي يسمي بالجوال واحد اسمه ركان يسميه ركان سلام لا معي عادي عادي الله بعلك تدري ليه؟ انا كمدرس اخوي دائما مدرس يعني وش بدك يعني بس يدرس كعامل بعد وش ندرس ندرس فيها لكن لا لا ادغى شفت ولا يقول حرف اه دوري الروش ينطق كل حروف الالف وانا صرت كذا هو يخوي تضامنت معه انت الوحيد من اخوانك وعيد ما درس الا في الحياه هذه كلها مع انه ترى توأم انا واف توأم ما في الا انا اي مشكله في ظهري انا اي شيء في ظهري انا على طول على طول يا اخي يدل يدل من ذا هذا عاقل وانت لا عبد الملك يدل منه من هو انت لحظه ادراك متاخر انا في العالم الماضي مع الحالي انا بعلمك شخصيات اخوانك بدون ما تعلمني ما نعرف شخصيات اخوانك بعلمك انا بقولها طيب عبد الملك رجل صامت رجل هادي وفي حاله شفت
انا عكس اي امر اي امر او اي طلب يطلبه في البيت حتى لو ابوي متش عصب ينفذ ينفذ ليه لان يجي يدوس عبد العزيز عبد العزيز انا اسوي مشكله نواف يطيح ظهره فهمت تصدم بالسياره من إيه؟ انا اجي اصفق عدمه كف ادوك على ابوي يجي ابوي يقول عبد العزيز انت اللي ظالم خسر صوتك ما صادق اقول ما قلت مثلا هذه شهاده اي اي كول نواف مثلا صح هذه شهاده عندك مثال اي ها اسف ربي يسعدك اخوي الكبير عاد وين اخوي ويش ابو مناعي شنب تك طال عمرك بالجوال وشنب الجوال خذ منه بالجوال عاد وين اخوي من عرض العرض خذ الجوال منها رجال من عرض العرض الله يخليه طبعا بعلمكم هذول الاثنين وانا معهم بس هم اكثر مني عش كوره اذبحهم عند الكوره والملعب يا سلام يطالبون ديره يجيبون يسوون لنا ملعب سووا يوم سووا طالبوهم يضبطون ارضيه يوم خلصوا قالوا غيروا ارضيه خربت كوره فهد انكم تفهمون انا والله انا قاعد اتعب في الديره يا اما اما انا يا نواف عاد وين علمتكم عشان بعرف احنا عارفين انا محبوب الوالد ايوه اصدق شيء قال اكثر من فهد اكثر منا كل ابوه يبيع البيت كله نواف لا صدق يبيع البيت كله انا اخواني قبلي ثلاثه اربعه انت الاوسط ايه خلاص اربعه وتحت اثنين ولا يسمى الا ابو نواف في حدث حاصل عشان الحب ذا سويت شو معه معلومه ترى معلومه بوي من ثالث ثانوي ولا من اول بوي جامعه بوي صاحي وده صاحي الحمد لله من اول جامعه تقريبا قبل ما يتزوج مسمى ابو نور لقب ابو نور اسلم ترى شيء انا يحبني مره جدا يموت فيني وبعد جاني اي حاجه مع ظروف الزمن وحبني وعد وايد ولا يسمع فيني قط مره واي واي امر يبون اخواني ما تنفذ مع الصبعيه ومعيا يدزوني يا رب والله والله اجي اقول لو انه ما يقدر بيسوي طيب وفهد طبعا سلام اجي سلام اشرب ابو محمد لا شاف اجي اقول اسمع لو وصل انت زاي اسلم اجي اقول بوي ادري ايش يا تقول تنقلق فوق راسي خلاص يلا خلني تنقلق فوق راسي انا اظبطه اما فهد لا فهد الكل يعني يتوه باقي ما لاحظ شيء بس فهمت شيء اما وسلامتكم باقي ما صح انا ما معودين البيت اليوم اليوم انت عبد العزيز قبل شوي تقول ابوك من يوم كثار الثرى يسمونه ابو نواف ابو نواف ترى لي جدي جاء اهل الجنه ابوي محمد بن مفرج يسم جاء عليها عمي الاول سعد عقبه جاء مفرج جاء اهل الجنه عقبه جاء ابوي عقبه جاء ثلاثه مر ابوي عماني ظفر وفالح ونايف على على الخمسة هذولا كلهم يسمونه أبو بندر جدي إيه زي اللقب ويوم توفى جعله في الجنة عقبها بكم شهر جاء أخوي بندر وسمى أبو بندر يعني هو يسمى أبو بندر ولا جاه ولد بندر هذا الحين هم لا جاءوا عندنا مجلس طالع في عبد الباري قال هذا نواف لا ما هو نواف طيب هذا عبد العزيز نواف ما هو بنواف نواف ترى جاي رابع واحد بدون أخوي أبوي الله يعطيهم العافية ليه يسميك ليه يسمون عليك نواف أنت الرابع أنت الثالث حبيبي كذا يصدم من الاخوان لا تفتن بيني من بوي وانت زاي عطنا لا نواف اليوم نواف والله لا يجي هاشتاق مدلل معلوم يا زاي قلنا ابو ابو دلال دلال تعال اجي سج سج انتبه بمراحي انتبه بمراحي واحد اثنين ثلاثه انا معه انا معه انا معه انا معه اجل نواف والله اني معك اسمي حيوان هذا الراس جيبوا بوي شوفوا هاشتاق مدلل البيت متداول والله يجي يزال من الجمهور يقولون مدلل البيت انت مدلل البيت بعدين ما يقولون نواف هاشتاقي مو بنواف ولا هو بنواف الاكربي نواف بوي يا ولد اسمي نواف محمد الاكربي بوي في هاشتاق بوي والله انه بوي اشترك يا ولد لا يحق له ما يحق اخوه علمه قبل شوي ترى عزيز يعلم لا قابسه من ليه اقبسه تقبسه تعال ايه بعوض حتى اخوي يقدروا يبيعون احنا وصلوا اليوم بيقول في كلمه خلاص كلمه اعلاميه ترى حلو ابو حميد الله خلاص انا بعلمكم معلومه عن فيحان جلك اخير ريلتي ريلتي كذا طبعا معلومه عن فيحان اسلم كان يجينا في الملعب والله انا اقول اصدق لا اله الا الله والله العظيم عقاب في الملعب ارحب ريجين ما عليك زود ما عليك زود تقدير احرجني لهنا ناوي يبيعك هو اقول اصدق بيع يا رجال ما سموح فيحان
اول ما عرفناه بيته بعيد عن الملعب شوي، كان يجي رجيم من الساعه 3 لعبنا 4 ونص حلو، يجي من 3 يجيب ايش الكوره يجيب المرايين وتكي يريح تروح دمه ايوه تكي من 3 من 3 ل 4 ونص ونوزع احتياط. انت مظلوم في كل مكان الدنيا ما تكفاها يا عزيز لين جاء موقف في الملعب حلوين خلاص مسك الاساسي عبد العزيز اساسي. كم مره تخانق؟ من هو؟ في الملعب؟ لا ما يقدر يتخانق هناك عندنا واحد كلبونه في واحد صارم يعرفه هو زين لو منصور يقول تفاجأت انك تعرف تلعب يا رجل صدمني قبل دفاع والله العظيم صدمني قبل دفاع صادقه كانك عايش في اوروبا تركيب وشغل ومرايين اما في حال قلت انا يلعب يا رجل والله ما عندي كونتنت فعوا ذكر ذكر كان قلب وقلنا ست اهداف وتفعوا تعال ظهير انا ما اعرفه باقي شفت تفعوا تعال ظهير قال امشي يروح ظهير ويجي ما يجي الاهداف الا من عنده ولد اثبت يا ولد يروح بعدين ابو منصور كان في زمه شوي ليه؟ كان الاعلامي الاعلامي اذا دخل من هناك ما يسلم ادري الاعلامي من قبل يحمل حاله يروح هناك يحمل حاله ويشوف يجتهد يجتهد لابس الطقم مثل ما قال لا يبسط كله لا جت توزيع يلا لا وقف هنا لا انا معك فهد لا فيحان اذا ما حد وزع يروح يبث تيك توك في الدتس اخو بيعه ولا ندوا انزل علي من بيشه ليش والله جلست في العرض نجيب الصدق نجيب لك الصدق ها يلا خلوها في الشهر وين وقتك وين غير عاد ورا يبي يسبنا بس ما اعرف يا مرحبا والله اسم الرجال ما عنده ما له اعراف لا هذا شيء من السبع الممنوعات في البيت طيب اسمع ما نبقينا على البث تحت البث هو ممنوع من الراس الكبير ما فيه طع على طول يجي كارثه ما يرجع البيشه ما ابي احرك انا اقول عباره في حديثه وشيء إيه. لا انا اقول عباره يحبها نواف عباره بوي ما اعرف الا انا شغلني بال لا العيال هو ينصح عند الشيخ قال يوم ماخذ سواك لا تكفى قال يا شباب الشيخ عادي استرس قال تدرون يا شباب اليتيم ما عنده بو كشيخ كيف يعني ما عنده بو هو جبت اجيب لك المعلومه صح جيبها صح الشيخ ارتاح يقول بو قال ثلاث فكم راح يوم الحين 76 خلاص لا يا الله يا رب ان يجينا تمديد امين يا تبي فعاليه انزل وين انزل لك هذا انزل لي هنا انزل لي ورا رياليتي فعاليه بعد والله راح اجيب الكوره فعاليه يلا روح جيب ايه في غرفه عيسى في غرفته بجيك او ما ايه اعطونا عنو بنا او ما ايه بس دي كان الاداد خصوم علي لربيز عادي ادمنا الحين تمدك تخصم لا اذا خصم بقول والله لو تعرفون شخص هو اللي بيجي بعلوم نواف كله لا مو فهد ما جانا قلت تعال لكن عيا خوه ما هو بخوه خوية اللي في الرياض لا ولا هو اللي في الرياض من عيال عمك لا عامل عندنا عامل نواف نجي نسولف عند العامل ذا والرجال يحفظ كل ما في خاطركم حافظ يحفظ علوم نواف كلها كل مونا علومنا كلها بس تروح عنده انت تعرف عزيز كسر مصري اي هذا توقعوا معه على طول بيجيب العلوم كلها بس نواف جحود زي ما فيه ما ينثني إيه تراه زعول يعني اسمع انت هذا قال له مو بنا وانت شايف يقول له مو بنا يا ولد انا نواف احبه واتقبل منه كل شيء بس انه ترى يزعل واجد ياخذ بخاطره مو بزعل لا احسن ما زعله زعل مني الحين يجيني على طول يقول له تراك مسوي كذا ثلاث دقائق وخلاص يقفل لا يجيك احسن ما فيه تراك مسوي كذا وكذا لا تسوي من طيبه اي والله ها تكلم جيت تكلم زين هي تكلم عشان نزعل